في كافيه كلام دكاترة اليوم راح نتكلم عن موضوع وايد يسعدني. تتوقع شنو هو أسامة؟ شنو اللي وايد يسعدك؟ لما نتكلم عن إنجازات الشباب والدكاترة الشباب اللي قاعدين يكتشفون لنا اختراعات جديدة مثل دكتورة نور عبدال. مشكورة نور، بس اليوم موضوع مو عني. منو ضيفنا اليوم دكتورة؟ اليوم ضيفنا راح يكون دكتور أحمد العلي، طبيب أسنان حائز على جائزة الكويت للتميز والإبداع الشبابي في مجال العلوم والتكنولوجيا. نرحب فيك دكتورنا. مشكورين على الاستضافة وحياكم الله. الله يحييك سلمك. طبعا دكتورنا احنا اليوم عندنا جايبينك نبي الناس تستفيد من الخبرات اللي مريت فيها في كيفية انك انت صرت في هذا المجال، في انك توصل انك مخترع، انك تسوي شيء. وهذا طبعا يعني من احنا نقول كفو. نعم كفو. فنبي الناس كلها اللي تشوف تعرف ان الكويتي كفو. عدل نور؟ عدل اكيد. دكتور ما شاء الله عليك، انت مسجل اختراعين باسمك ومنهم اداة تسهيل التنظيف بين الاسنان. صحيح. على ما اعتقد ممكن تسولف لنا شوية عن الأداة هذه، وهم ممكن تقول لنا مثلا إذا شخص عنده اختراع وعنده فكرة شنو الخطوات اللي لازم يمشي فيها عشان إنه يبلش بفكرته ويسجلها؟ بالبداية هذا الاختراع هو الدنتال فلوسنج ديفايس. كان عندي مريض وأنا خلال دراستي في جامعة مانشستر في سنواتي الأولى، كان يعني لي مريض وعنده وايد تسوسات ما بين الأسنان، فاتضح أنه عنده مشكلة اللي هي الروماتويد أرثرايتس، التهاب بالمفاصل. فقلت له شلون تفريشك مع الاسنان تقدر؟ كان يقول لي اقدر بس بصعوبه. قلت له شلون استخدام خيط الاسنان معك؟ قال لي استخدام خيط الاسنان وايد صعب. فقلت له ماذا لو جبت لك اداه تستخدم فيها خيط الاسنان، تستخدم جوينت واحد، مفصل واحد اللي هو الابهام، هل راح تحس انك راح تستخدم خيط الاسنان؟ كان يقول لي القى الجهاز هذا تو ميك ماي لايف ايزير. قلت له ان شاء الله وان داي في يوم من الايام راح ان شاء الله نشوف هذا الاختراع موجود او الاداه موجوده. فسويت البحث اللي أنا أقدر عليه وشوف شنو الأشياء اللي موجودة، شنو المشاكل اللي يواجهونها الناس باستخدام خيط الأسنان، وأتيت بفكرة اللي هي أداة خاصة تساعد على استخدام خيط الأسنان اللي عندهم مشاكل وأيضا للناس الطبيعية. فقدمتها إلى مركز صباح الحمد الموهبة الأبداع، وهذه الجهة هي التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكان يعني البروسيس ستيب باي ستيب معاهم في تصميم الاختراع وتطويره وإلى أن تم تسجيله في المكتب البراءات الاختراع الأمريكي والأوروبي. ما شاء الله ما شاء الله. يعني طبعا حلو. هذا المركز، مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع، هو قدم لك الدعم. نعم. على أساس أنه بس تعطينا بس دول نبي سادة المشاهدين يعرفون أكثر شنو نوع الدعم أو نعم. شنو أعطوك بالضبط أساس أنه توصل حق هذا النتيجة؟ أنا عندي فكرة إن كان في مجال طبي أو في أي مجال ثاني. غالبا الافكار في المجال الطبي تكون في مسارين مختلفين عشان نحفظ الحقوق الملكيه الفكريه او الادبيه، اما عن طريق نشر الابحاث publications انه يكون هذا الحق الادبي لهذا الطبيب او هذا الباحث او المخترع فيحفظ حقوقه كفكره كطريقه معينه ميكانيزم معين، او عن طريق توجه الى براءات الاختراع. براءات الاختراع اول شيء احنا نشوف يعني نحفظ حقوق الملكيه الفكريه لهذا الباحث او للمخترع، نشوف هل في لهذه الفكره فكرة مشابهة، هل في شيء موجود أصلاً يعني بالسوق موجود أو موجود بالعالم مسجل أو لا. راح أشوف في شغلات وايد ممكن تساعد أن تسهل لكم في تطوير أفكاركم اللي أنت عندكم إياها. فمن خلال البحث عن طريق البراءات الاختراع من جوجل باتنس مثلاً، واحدة من الأدوات، ترسمون الفكرة، تحطون شنو الفكرة بالضبط، حتى لو رسم بسيط كروكي شيء بسيط، يشوفون شنو الفكره انتم تبون تحمونها. اذا كانت لا والله الفكره في شغلات مشابهه، حتى لو مثلا كان في اختراع معين كان موجود أي. بس انت تبي تطوره او تضيفه تطورينه بالضبط، فراح يقولوا لك مثلا الفكره هذه في لها شغلات مشابهه، انت شنو الفكره الجديده اللي جبتها لنا من خلال التشابه في هالاختراعات هذه؟ حقوق الملكيه تصير للابد ولا لها فتره زمنيه؟ لها فتره معينه يتم تسجيلها وبعدين ممكن تتجدد. في بعض المرات بعض المنتجات تشوفون محددة إلى شركة معينة، بعد فترة معينة خلاص يصير في expiration حق الباتنت أو براءة الاختراع. كل الشركات تبلش وتسوي هذا الاختراع في أكثر من ماركت. فبعد ما يتم التسجيل قالوا لا والله الفكرة مو موجودة نقدر نسجلها، أو في شغلات جديدة أو claims معينة نقاط حماية نحميها من هذه الفكرة، تم تسجيلها. تختار مثلا في عندك مكتب براءة الاختراع مال مجلس التعاون، عندنا في المكتب الأوروبي الأمريكي، تختار مع المركز مركز صباح الأحمد ويحمون لك هذه الفكرة، وبعدها نبلش في موضوع التطوير وال إن شاء الله موفق. إن شاء الله دكتور، وهذا شيء فخر لنا إحنا بعد. أنت سويت هذا الإنجاز مثل ما قلنا حق فائدة المرضى، لكن أن أنت تحصل على جائزة، وجائزة هذه يعني صراحة وايد غالية تقدر تقول. أبيك تقولي عن شعورك لما تلقيت الجائزة، وشنو كانت الجائزة هذه؟
وانا هناك قدمت الفكره، والله تواصلوا معي قالوا عندك انترفيو تعال عندنا في الوزاره. قلت لهم انا مو موجود بالكويت، انا في مانشستر، ما في مشكله سوي لك اياها على سكايب. سووا لي المقابله كانت، والتحكيم تمام ما شاء الله. أنا يعني كان احب التساهيل، اي كان يعني ما توقعت والله لما الجهات هذه تسهل على الواحد ان انت اوكي ما تقدر نسوي كذي، اوكي راح نساعدك بكذي، ما تقدر تقوم تواجد هني راح نكلمك عن طريق لا ما شاء الله حريصين يعني مو تقولون مثل الحين بوقت كورونا زوم لا لا, لا قبل حتى قبل 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 هذا كله صح صح. فكانت المقابله لجنه التحكيم وكان كله ايفيدنس بيس، يعني انا الاختراع اللي سويته كله من بيبرز انا طلعه، وانه شنو المشاكل اللي صارت وهذا الحل اللي انا سويته تمام. وانتظرت يعني، وكان يوم 13/3 اللي هو يوم شاور الكويتي اللي كانوا فيه اعلان للفائزين في فئات الجائزه، وانا يعني طالع من المستشفى وقاعد اشوف البث مباشر على التليفون عندي والله. أيه. رايح للبيت على تطبيق البث المباشر. اي تطبيق البث المباشر عشان اشوف والله اعلان الفائزين في اول شيء فئه العلوم والتكنولوجيا، وكان اعلان كان على ابراج الكويت، حطوا صورنا على ابراج الكويت. أيه ما شاء الله. فانصدمت يومها قالوا اهلك انا ما وقفت بالشارع وقفت اكيد انا اكيد انا على الابراج. شنو رده فعل الاهل كانت على الجائزه؟ فخر الأمانة مستانسين، فخر لنا احنا كلنا. ويعني يعني هذه الجائزة لما رديت كان تكريم من حضرة صاحب السمو الأمير راحل الشيخ صباح الأحمد، ويعني هذا اللقاء وهذه الجائزة يعني محفورة في ذهني وشيء غالي بالنسبة لي صراحة. دكتور نبي ننتقل حق بحوثك، انت ما شاء الله ناشط في مجال البحوث الاكاديميه، ومن الدراسات الحديثه اللي انتم نشرتوها اللي وايد شدتني عن كسور الوجه عند الاطفال. صحيح. اتوقع ما ليه عمر 13. صحيح. فذكرتوا اسبابها وكان عندكم يعني في نتائج طلعت منها توصيات. صحيح. فممكن تسولف لنا عن هالدراسه وشنو التوصيات اللي طلعتوا فيها منها؟ طبعا هذه الدراسه سويناها في مستشفى العدان في قسم جراحه الفم والوجه والفكين مع نخبه من جراحين الفم والفكين في المستشفى، الدكتور حسين حامد، الدكتور عبد الله الغريب، الدكتور فهد سعد، الدكتور بشار رجب. كانت عباره عن يعني ريتروسبكتيف، نشوف لمده 14 سنه السابقه شنو الحوادث او شنو انماط الكسور الوجه والفكين عند الاطفال لحد العمر 13 سنه. والامانه العدد كان موجود يعني اكثره بسبب حوادث السيارات ومن بعدها السقوط من المرتفعات. ولما نبحث في يعني تفاصيل هذه المشاكل نشوف عدم التزام في قوانين المرورية للأسف. إيه هذه مشكلة حقيقية موجودة. نعم في أبحاث موجودة كان مسوينها في جامعة الكويت، نشوف أولياء الأمور إيش كثر أنتم تشوفون الأطفال يعني يقعدون قدام أو يحطونهم في حضان أولياء أمورهم ويسوقون السيارة، ما يحط لهم حزام أمان ولا حزام ولا كرسي الخاص للأطفال. بالضبط. فهذه أحد التوصيات اللي إحنا كتبناها في هذه الورقة اللي نشرت في دنتال تروماتولوجي جورنال، تحدثنا فيها عن يعني تعديل تشريع نحتاج ان نسويه، وراح تكلمنا مع المختصين ان نسوي تعديل تشريعي. احنا ما نسوي بحث بمجرد البحث، ولكن توصيات نساعد المجتمع في حل مشكله قاعد نشوفها من خلال هذا البحث. نسوي تعديل تشريعي في قانون حمايه الطفل، في بند حمايه من الاخطار المروريه، في الزام اولياء الامور في استخدام الكار سيتس اللي هو كراسي الاطفال، اسوه في امريكا، بريطانيا، كندا، دول اوروبا، ايضا في الامارات. ما يصير يطلع الطفل بدون وجود الكارسيت، بدون استخدام الكارسيت وحزام الأمان في المقاعد الخلفية. مبادرة جميلة جدا دكتور صدق، يعني أنا هذه المشكلة كان ودي أسلط الضوء عليها إن شاء الله في الحلقات القادمة من كلام دكاترة، لكن للأسف ما يسعنا الوقت إن احنا نسولف أكثر عن هالموضوع. لكن فعلا ربط حزام الأمان، تخصيص كراسي خاصة للأطفال في السيارة، هذا شيء مهم يقيهم من الإصابات مثل ما تفضل الدكتور. ونشكرك وايد وايد على مقابلتك. شكر لكم على هذه الاستضافة. الله يعافيك.